الطيران الحربي يواصل استهداف قسد، وغارات على مطار منغ، وأرتال تعبر الحدود. أردوغان يؤكد مواصلة العمليات في سوريا. نافياً وجود أي مفاوضات بهذا الخصوص، النظام السوري ينكر احتجاز صحفي أمريكي منذ 10 سنوات. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. فذت القوات التركية سلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا. مراسل تلفزيون سوريا قال إن الطائرات الحربية التركية شنت غارات جوية مكثفة على مطار منغ وقرى شوارغة والمالكية ومراش الخاضعة لسيطرة قسد. لا شيء في سوريا سوى أخبار الحرب في الشمال. عموم سوريا يعني الأجواء هادية، في الجنوب عملية مخدرات، الأردن ضبطوا بالأمس شحنة كبتاغون. جنوب سوريا لا شيء، يعني هادية الأشياء، معامل كبتاغون تعمل على قدم وساق، يصدرون الكبتاغون باستمرار، كل يوم كل ليلة كل ساعة كل ثانية هذه شحنات الكبتاغون تذهب إلى الأردن ثم إلى الخليج العربي. الأردن يصادر يعني ما يستطيعه، وما لا يستطيعه أكبر. شرق سوريا الدواعش نشاطهم جيد ويزداد جودة. الدواعش يعني تقريبا الدواعش يحكمون القرى في الليل، منتهى الموضوع. في النهار يحكمها النظام والميليشيات، لكن في الليل الحكم للدواعش. هذا في شمال شرق. في شمال غرب النظام اليوم قصف بعض القرى، وعموم سوريا الناس تعيش في ضنك العيش وشظف العيش. ما دون ذلك الطيران الإسرائيلي منذ أكثر من أيام لم يعني يشرف السماء السورية ويقصف الميليشيات. ما دون ذلك لا شيء إلا العملية العسكرية التركية فقط. الآن طبول الحرب تدق في شمال شرق سوريا وليس شمال غرب.
العملية العسكرية التركية متى ستبدأ؟ هل أصلاً هناك عملية عسكرية تركية؟ هذه هي الأسئلة الرائجة الآن، وهكذا يحتدم النقاش ويدلي كل صاحب دلو بدلوه في هذا الموضوع. الثابت أن الرئيس التركي سوف يستثمر أو سوف يعني هذا تفجير تقسيم، تفجير شارع الاستقلال في منطقة تقسيم، الرئيس التركي سوف يحاول أن يستنفده كله. تركيا تضرب في العمق نتيجة تفجير شارع الاستقلال، تضرب حوالي قواعد التحالف نتيجة تفجير شارع الاستقلال، تحاول حرمان قسد من منابع النفط نتيجة تفجير شارع الاستقلال. تركيا الآن ترسل التعزيزات، والكلام عن تل رفعت أو عين العرب أيا يكن، أو هذا الشريط الحدودي، يعني هذه الوصلة من تل رفعت حتى عين العرب نتيجة تفجير شارع الاستقلال. إلى أين سوف يمضي الرئيس التركي؟ هذه حسب الرد الفعل الأمريكي والروسي. الروس الملاحظ كما يقول كثر بعد هذه العملية تكشف عوارهم، يعني الروس بدوا ناعمين، بدوا لينين. ألكسندر لافرنتييف يقول يعني للأتراك بالحوار، اليوم ديمتري بيسكوف يقول يعني نحن اختلفنا نحن والأتراك، لكن دوما الحوار يحل المشهد. موسكو أبلغت قسد أن العملية العسكرية التركية جدية، هناك حل، الحل الروسي لقسد أنه والله انسحبوا أنتم ونحن نأتي بالفيلق الخامس ونستلم المناطق عوضا عنكم، هذا هو الحل الروسي. يعني وقسد رفضت طبعا هذا الحل، لأنه يعني قسد الآن أمام مرحلة وجودية، وإذا قبلت بالحل الروسي يعني قسد تبخرت تماما، على الأقل من غرب الفرات تبخرت تماما، وقسد لا تريد هذا الأمر. هذا يبعده أكثر فأكثر عن عفرين، وعفرين هي القلب، هي سويداء القلب عفرين. لكن الروس يعني لا حل لديهم، يعني هم يعرضون على قسد يقولون للأتراك أرجوكم تمهلوا، ثم يأتون على الطرف الآخر يقولون لقسد طيب جيد انسحبوا ونحن نأتي بالفيلق الخامس، ثم ماذا؟ لا شيء أكثر. أيضا يخرج الرئيس التركي ليحمل مسؤولية ما حدث موسكو، ليحملها علنا، يقول يعني أنتم لم تلتزموا بتنفيذ تفاهمات سوتشي 2019. هذه جديدة، يعني وكأن هناك لحظة فارقة، هذه موازين قوى تغير الزمان. الحرب الروسية التي شنها القيصر على أوكرانيا أورثته المهانة، فيبدو أنه أصبح من الأصغرين ليس من الأكابر ميلا. أين أيام ذهب الرئيس التركي إلى القيصر الروسي وأوقفه دقيقة في الباب أو أقل قليلا في استعراض قوة واضح؟ فلاديمير بوتين أوقف الرئيس التركي هو ومن معه، كان وقتها معه حقان فيدان وكان معه مولود جاويش أوغلو، أوقفهم في الباب أقل من دقيقة. كان وقتها القيصر في عزه، لا شيء يحدث في شمال سوريا إلا بإذنه وإذن واشنطن، لكن وقتها كان يعني كانت روسيا، كانت هي من هي، ما كان الأتراك يستطيعون أن يفعلوا شيئا بهذه، يعني لولا الأذونات الروسية. اليوم تبدل الحال، تبدلت موازين القوى، أصبح الرئيس التركي يخرج ليقول والله أنتم المسؤولون للروس، وثم الروس يأتون لقسد ويقولون طيب يعني أنتم انسحبوا ونحن نستلم مكانكم، وقسد يقول لهم لا أريد، والروس يقولون يعني الأتراك أرجوكم يعني الأمور بالحوار بالهدوء. واضحة لحظة مفصلية واضحة يلتقطها الرئيس التركي. البعض يقول الرئيس التركي خير من يلتقط هذه اللحظات، خير من يلتقط هذه اللحظات الرئيس التركي، لحظة ضعف روسية التقطها الرئيس التركي. تبقى المشكلة واشنطن، وهذا لا يعني أن يعني تركيا تستطيع أن تتصرف على حريتها دون إذن أو دون توافق مع الروس، لكن هذا يعني كما يقول كثر أن تركيا أصبحت في المرتبة الثانية بعد واشنطن. كانت واشنطن، موسكو، تركيا، الآن لا، واشنطن، تركيا، ثم موسكو.
طبعا الإيرانيون الآن في بحر آخر وفي كوكب آخر، خارج التصفيات بصراحة، يعني لأن ما يجري في شرق سوريا هو مونديال، شان مونديال كأس العالم. الآن على المراكز، يعني المراكز الثلاثة الأولى ما زالت واشنطن حتى لو بعسكري واحد، عسكري واحد في واشنطن، في يجلس في قاعدة أحد القواعد الأمريكية هذه في الحسكة، هذا خلاص يحكم 30% من سوريا لأنه عسكري أمريكي. لكن أنقرة تقدمت على موسكو نتيجة الضعف الذي لاقته موسكو في أوكرانيا، ومع مرور الوقت وتقدم الأيام سوف يزداد الضعف الروسي أكثر فأكثر، وأنقرة كذلك تستفيد من مجيء الخليج لديها. العلاقات السعودية التركية عادت بأحسن ما يكون، والسعوديون يودعون المليارات في خزائن البنك المركزي التركي، والقطريون طبعا القطريون حلفهم وثيق واستراتيجي مع الأتراك، لكن دخول السعودية بهذه الطريقة والحلف الاقتصادي القوي وإنقاذ الرئيس التركي اقتصاديا بهذه المليارات، هذا يوثق الروابط أكثر فأكثر بين تركيا والخليج، تحديدا السعودية وقطر، وهذا الأمر سوف ينعكس على شمال سوريا، لأن السعودية بالتأكيد مشروعها ضد المشروع الإيراني قطعا في شمال سوريا نتيجة ما حدث في اليمن. تبقى واشنطن مشكلة بالنسبة للأتراك الآن، واشنطن، لكن حتى واشنطن يعني عندما يأتي الأتراك ويضربون في حوالي دير الزور، هذا يعني ليس تنسيقا، لكن الأتراك الأمريكان لديهم علم بهذه الغارات والأمريكان موافقون. ثم خرج الأمريكان عندما قصف الأتراك قرب الحسكة، قالوا والله نحن قواتنا في أمان، لماذا يعني غادرنا قبل القصف؟ إذن معهم يعني معهم علم، وهذا مؤكد، هذه القوى كلها في سوريا تخبر بعضها، لحظة طلوع الطيران، لحظة هبوط الطيران، لحظة الضرب، الكل يخبر بعضه، ليس على طريقة فيصل المقداد يعني عندما يمر الطيران المدني قال يأتي الطيران الإسرائيلي، لا الأمور ليست بهذه الطريقة، كل القوى الآن في سوريا تخبر بعضها باستثناء النظام، طبعا النظام خارج قوس، يعني نتحدث عن الإسرائيليين، عن الروس، عن الأمريكان، عن الأتراك، هؤلاء ينسقون مع بعضهم ويخبرون بعضهم. فتركيا أخبرت أمريكا أنها بصدد الضرب وضربت، وافقت واشنطن، واشنطن موقفها صعب، يعني هذا تفجير شارع الاستقلال أحرجها كثيرا، حشرها في زاوية لواشنطن، لأن الأتراك اتهموها بأنها وهي تدعم قسد عسكريا، وقسد هي التي نفذت، أي أن أمريكا هي التي نفذت التفجير، هكذا يقول الأتراك. وأمريكا بحاجة الأتراك خاصة بعد ما حدث في أوكرانيا واتفاق الحبوب وكل هذه المسائل، تحتاج تركيا، حتى في المسألة الصينية تحتاج تركيا، حتى في المسألة الإسرائيلية تحتاج تركيا، أحرجتها قسد لواشنطن أمام الأتراك، لذلك واشنطن تغض الطرف عن الهجمات التركية. لكن إلى أي حد؟ واشنطن لا تريد عملية عسكرية، وحتى اللحظة لم تعطي الإذن، وغالب الظن أن الأتراك لا يمكن أن يقوموا بالعملية العسكرية إذا لم تمنح الإذن واشنطن. الآن واشنطن لديها عرض لقسد أنه انسحبوا لتركيا، واشنطن عرضت التالي أن تنسحب قسد بعمق 30 كيلومتر، لكن تركيا رفضت. طيب ما الذي تريده تركيا؟ يعني هذا الانسحاب بعمق 30 كيلومتر الذي عرضته واشنطن هو مطلب تركي كان قبل العملية التقسيم، لأن تركيا كانت تطلب شريط آمن، حزام آمن، أيا يكون التسمية، منطقة أمنية، منطقة أيا، بعمق 30 كيلومتر على طول الحدود. واشنطن تعرض هذا العرض على أنقرة، أنقرة لا تريد، أنقرة تريد أكثر من ذلك. إلى أي حد يمكن أن تصل أنقرة؟ واشنطن ليست في لحظة ضعف بالتأكيد كما هي موسكو، لكن واشنطن في لحظة مداراة للأتراك، أو ربما كما يقول البعض في لحظة حاجة للأتراك واضحة، لكن ليست هي بإلحاح لحظة الضعف الروسية. تركيا كالعادة، وهذا الأمر ليس جديد، على مدار السنوات الفائتة تذهب تركيا إلى واشنطن، إذا لم تأخذ ما تريده تذهب إلى موسكو، تأخذ ثم تعود إلى واشنطن، تأخذ ثم تعود إلى موسكو، تأخذ، وهكذا تذهب تركيا بين الشرق وبين الغرب، والطرفان بحاجتها. الآن من حسن حظ الأتراك أن الطرفين بحاجتها للحد الأقصى، خاصة موسكو، بالتالي ما هو معروض روسيا للأتراك أكثر من قبل،
وقدرة الأتراك على التحرك دون الرفض الروسي أكثر من ذي قبل بكثير، وهذا واضح على الأرض. إلى أي حد سوف يصل سقف الطموح التركي؟ هذه العمليات العسكرية التركية، القصف تحديدا داخل دير الزور يعني على بعد 70 كيلومتر، وهذه أول مرة تحدث، أو قصف استراحة الوزير، هذه بقاعدة للتحالف تعتبر، عدا عن صيد الطيران المسير الثمين التركي الذي يلتقطه لقيادات الصف الأول، وهذه معلومات يبدو أنها تأتي من الروس أو تأتي من واشنطن، لا أحد يعلم من أين يتحصل الأتراك على معلومات هؤلاء. لكن هذا التطور النوعي العسكري التركي على الأرجح أنه لن يعود إلى قبل تفجير شارع الاستقلال. يبدو تفجير شارع الاستقلال أصبح نقطة فارقة، ما قبله ليس كما بعده، الله أعلم كيف سوف يكون ما بعده، لكن بالتأكيد لن ترجع الأمور إلى ما قبل. تبقى قسد في تل رفعت وتبقى تهدد المناطق التركية، وقسد عندما بدأت بقصف قصفة هذه قرقميش حوالي غازي عنتاب وقتلت من المدنيين، هو توريط أكثر فأكثر لقسد. والرئيس التركي لا يمكن، خاصة أن الانتخابات على الأبواب، لا يمكن أن يمرر هذه العمليات، عمليات قسد، والله بعمليات نوعية وينتهي الموضوع ويعود كل إلى قواعده، لتعود قسد بعد قليل خاصة عند الانتخابات سوف تعود وتستثمر في هذه الحالة لإضعاف الرئيس التركي انتخابيا. هذه العملية التي قامت بها قسد يستفيد من أطراف كثر في شارع الاستقلال، محاولة إظهار الرئيس التركي ضعيف وغير قادر على حماية الحدود، هذه تؤثر على الناخب التركي، بالإضافة إلى مزاج الناخب التركي المتعكر أصلاً من العملية الاقتصادية. لذلك الرئيس التركي بحاجة أن يسد هذا الباب تماماً. من المتوقع أن تستمر العمليات الجوية النوعية التركية مبدئياً. تل رفعت ربما يأخذها الأتراك، تل رفعت إلى عين العرب، لكن البعض يقول هذا مكسب صغير بريا، وتل رفعت لها مشكلة مع الإيرانيين، لأنه تل رفعت أصبحت المستعمرتان الإيرانيتان نوبل وزهرة في المرمى، هناك مشكلة في تل رفعت، لكن ربما تسقط. عين العرب عليها العين، عين تركيا على عين العرب، يبدو من تل رفعت إلى عين العرب هو ربح تركي، البعض يقول ربما يكون ربحا صغيرا، لكنه مهم جدا لجهة تخلخل مشروع قسد بشدة. الآن قسد أمام خيارات البعض يقول وجودية في قادمات الأيام. ما المطروح أمام قسد؟ إن ساقت وراء الطرح الروسي الانسحاب والإتيان بالفيلق الخامس، هذا يعني شيئا فشيئا ذوبان قسد وتلاشيها. أصلا قسد، روسيا عرضت على قسد أن تنساق مع النظام وتضمن لها ما يشبه الحكم الذاتي، منطقة حكم ذاتي، شبه حكم ذاتي، هكذا موسكو عرضت على قسد، وقسد رفضت هذا الأمر لأن قسد تعلم أنه لا يوجد شيء لا يوجد شيء اسمه شبه حكم ذاتي، سوف تبتلعها موسكو ويبتلعها النظام، وعين النظام على حقول النفط، النظام بحاجة حقول النفط التي تسيطر عليها قسد، وموسكو كذلك بحاجة حقول النفط حتى تسد فم النظام الجائع. النظام ليس لديه شيء سوى الكبتاغون، هو يهرب كبتاغون، النظام ليس عليه، يهرب كبتاغون كما يشاء، لكن مشكلة الناس التي تعيش في مناطق النظام. فقسد موسكو بحاجة أن تأخذ حقول النفط وتسد فم النظام اقتصاديا على الأقل، أو قليلا من رمقه، تسد قليلا من رمقه. الأتراك يعني الأتراك، البعض يقول لا يمكن أن يكتفوا والله أنه أنتوا تعالوا واستلموا الحدود للنظام أو موسكو، ونحن كما يروج البعض لهذا الحل. طيب وماذا بخصوص القوات التركية التي في جبل الزاوية؟ طيب وماذا بخصوص المشاريع التركية التي تستثمر في شمال سوريا؟ هذه مشاريع طويلة الأمد، تركيا لا تريد الانسحاب لا اليوم ولا غدا ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، الموضوع طويل وطويل جدا. لذلك لا يمكن أن تأتي والله هذا الطرح الذي يروج الآن، حتى لو تحدث الرئيس التركي عن لقاء بشار الأسد أو أيا يكن، حتى لو التقاه أصلا، حتى لو التقى الرئيس التركي بشار الأسد، يعني هذا في أقصى التخيلات، لا يمكن للأتراك أن ينسحبوا بهذه الطريقة، لأن تركيا تعد نفسها للبقاء عشرات السنين في سوريا، هذه أمن قومي تركيا وحديقة خلفية، ولا يمكن أن تنسحب تركيا منها.
علق النظام السوري على الأنباء المتداولة بشأن وجود وساطة عمانية للإفراج عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي اختطف قبل عقد من الزمن في دمشق. صحيفة الوطن المقربة الموالية نقلت عمن أسمتها بالأوساط الدبلوماسية أنه لا وجود لوساطة أو مفاوضات يقوم بها أي طرف، سواء المدير العام للأمن اللبناني اللي هو عباس إبراهيم أو سلطنة عمان عبر وزير خارجيتها بدر بن حمد البوسعيدي. انتليجنس أونلاين هو الذي نقل هذه المعلومة، وانتليجنس أونلاين موقع فرنسي مخابراتي أخباره في الغالب صحيحة، يعني لم يكذب انتليجنس أونلاين، وهذا الموقع يأتي بأخبار خاصة وتصيب كبد الحقيقة في الغالب. عندما يقول أن الأمريكان وسطوا العمانيين فيبدو هذا يعني أقرب إلى الصحة، لأنه عندما أتى بدر البوسعيدي هذا وزير خارجية العماني قبل أيام إلى دمشق لم يكن هناك سبب للزيارة. يعني هو قيل أنه سلم رسالة من شقيقه السلطان هيثم بن طارق إلى السيد الرئيس، والسيد الرئيس سلمه وثيقة ورسالة، يعني من هذا العبارة كليشيات، لكن لم يكن وقتها هناك سبب للزيارة. ربما يعني فعلا أن واشنطن وسطت العمانيين من أجل أوستن تايس. جو بايدن يعني هناك حاجة لأوستن تايس منذ أيام دونالد ترامب. أوستن تايس والإدارة الأمريكية تريده، كان يريده دونالد ترامب لحاجة انتخابية، والآن جو بايدن يريده. أمه ظهرت في أكثر من تسجيل أوستن تايس الحقيقة بشكل مؤلم جدا، يعني النظام قال لك لا يوجد لدينا أوستن تايس. النظام طبعا يعني لا، أيام وساطة اللواء عباس إبراهيم هذا نجم الموانع، عباس إبراهيم يريد أن يحرر القدس الآن. يعني إذا تسمع للممانعين وكيف يؤلهون عباس إبراهيم، هذا قاسم سليماني العربي يبدو. تقدمت الأمور، وقتها ذهب إلى واشنطن عباس إبراهيم وأتى إلى دمشق أيام دونالد ترامب، حصل فعلا تقدم. لكن وقتها النظام طلب طلبات تحجيزية، يعني النظام طلب انسحاب القوات الأمريكية واعتراف ما بعرف يعني وتعويض مالي، يعني أشياء يعني من حكاوي ألف ليلة وليلة. فيعني انتهت الوساطة، الآن يبدو هناك تحريك للوساطة. لا شيء لدى النظام يقدمه للأمريكان، ولا شيء أصلا واشنطن تقدمه للنظام. ربما بعض الإعفاءات في قانون قيصر، بعض غض النظر عن بواخر إيرانية، بواخر روسية، بواخر مخدرات، يعني هكذا هو السقف التفاوض بين واشنطن والنظام. النظام قال يريد انسحاب القوات الأمريكية، لا يعني واشنطن جيد يعني باخرة نفط، باخرة غاز،
يعني قليل من غض الطرف عن بعض الأشياء التي تحدث عبر قانون قيصر، هكذا واشنطن يعني تخدم النظام بهذه الطريقة. لكن أن يطلب النظام من واشنطن أن تسحب قواتها مرة واحدة، هذه كبيرة، هذه كبيرة. النظام طبعا لا يفرق معه، لا يفرق معه النظام، النظام ما زال بتصدير المخدرات. الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية يسيطرون شحنات، يعني يصادرون شحنات كبتاغون، لكن ما زال التصدير. ونظام جالس حقيقة، ونظام هادئ الآن في هذه الأيام، يعني الأتراك يرعدون ويزبدون، النظام صامت. الأمريكان يعرضون، النظام لا ليس صحيحا. طيب الأوضاع في إيران مشتعلة، ليس صحيحا. توفي وزير خارجية بيلاروسي، هذا أتى وزار النظام، توفي، قتل، مات، يعزي بوزير خارجية بيلاروسيا. يعني نظام هذا هكذا هي نشاطاته، يعني هادئ هادئ. لها ما تبقى غدا بإذن الله تعالى، ساعة مساء توقيت دمشق، ما تبقى في أمان الله.